معي من دبي دكتورة لما نائلي اختصاصية تغذية وصحة. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتورة لما. يعني دايما نحن نكون عارفين شو الصح بس صعب الالتزام به، يعني اقل للخروج باقل الخسائر على الاقل، هيك نصائح بسيطة للافطار. مساكي سعيد وان شاء الله افطار مبارك وصيام شكرا. مقبول للجميع. بكل تأكيد طبعا كلياتنا بنعرف، أكيد حتى المشاهدين كلهم صاروا واعيين لخطورة تناول المقالي والسكر الموجود بالعصائر الرمضانية. لكن ما عندنا مانع نحن كأختصاصيين بالتغذية بالسماح للجميع بتناول مرة بالأسبوع كوب من العصائر الرمضانية، أو ممكن بضع حبات من السمبوسة إذا كان في عنا دعوة عائلية، عزيمة عائلية، لكن ما نجعلها عادة يومية على مائدتنا بالبيت وعلى السفرة الرمضانية. دائما الحرمان بيولد شعور برغبة بتناول الحلويات والمقالي، كرمال هيك نحن الاعتدال دوما هو الحل. ما نكون نحن حارمين حالنا 100% من كل المأكولات الغنية بالسكر والدهون، وبنفس الوقت ما نتناولها بشكل يومي. ممكن أيضا استبدال طرق تحضير الطعام ببيتنا. ممكن نحضر القطايف بطريقة صحية، بدل ما نحضرها مقلية نشويها شوي بالفرن، بدل ما نوضع القطايف بالقطر نوضع ملعقة صغيرة من العسل عوجة. حتى اختيارنا لداخل الحشوة اللي بنحشي القطايف، بدل ما نعملها بالجبنة غنية الدسم نختار الجبنة قليلة الدسم، أو حتى نعملها بجوز وقرفة بدل ما نحط. يعني في تفاصيل، يعني حتى لو كان يعني خطوة وحدة بدل خمسة بس أفضل من بلا. يعني صحيح صحيح، بكل تأكيد نحن دوما استبدال طرق الطهي بالبيت وتحضير الطعام بطريقة صحية هي أهم خطوة للحياة الصحية. تحضير العصائر الرمضانية بالبيت حتى ما نحط سكر، نستبدلها بالعصائر الفريش، كمان بتكون جدا عادي أكثر صحة. والاستغناء عن العصير عند الإفطار هو عادي صراحة أكثر صحة من الناحية الصحية. ممكن ناخذ 3 حبات تمر ورطب مع كوب من الماء، وبعد منها بناخذ الحساء معتدل الحراره ايضا، ونقوم ممكن نعمل بريك صغير كرمال نسمح لجهازنا الهضمي بهضم الطعام، نرجع ناخذ وجبتنا الثانيه. نقسم دائما افطورنا الافطار الرمضاني لجزئين، جزء صغير نقوم نصلي بعده، والجزء الأكبر اللي هو الوجبة الرئيسية المحضرة بطريقة صحية. حتى السمبوسة نشويها شوي بالفرن ما نقليها، لنقلل دهون وأضرار قدر. طب حتى اللي بده يقلي كمان في نصايح، في شيء أحسن من شيء دكتورة لما؟ صحيح، يعني زيت جوز الهند بعتقد. القلي للأسف أبدا ما بنصح فيه بالمنزل، إذا طلعنا سفرة برا، إذا انعزمنا ببوفيه برا مضطرين نتناول الموجود، لكن حتى ببيتنا نتعود ونعود ولادنا في المشين اللي بتقلي بدون زيت. هي أفضل بكثير. وممكن نحن إذا ما بدنا نتكلف ونشتري أي جهاز جديد على البيت، ممكن نشوي بالفرن ونعود أولادنا وعائلتنا على هذا الطعم، بتصير هي الطعم المحبب لنا. شكرا دكتورة لما النائلة اختصاصية التغذية والصحة.